اوه شوفوا لي هالبطه يا ستي، شو هاي البطه الجميله. ايه تمانو حبايبي الكرام، مثل ما انتم شايفين شباب نزل من شوي سكين جديد، شباب مو سكين لك المرافق الجديد، مرافق البطه الجديده حبايبي الكرام. ايه تمانو حبايبي. طبعا هو شباب مثل ما انتم شايفين هون عندنا الشحن، يلزم نشحن 150 جوال عشان نحصل عليه، رح نشحن ان شاء الله ونحصل عليه شباب. وكثير مهم شباب حلوين، مثل ما انتم شايفين بالورا شباب جراند ماستر حبايبي الكرام. نزلت لكم المقطع يا اساطير، كثير منكم طلب مني لازمتها، نزلت لكم اياه شباب، الرابط موجود تحت بالوصف على قناتنا الثانيه ساتير. اوكي الكل يروح يشوفه هناك. اوكي ليز اند جنتلمان، والان حبايبنا رح ندخل نشوف المرافق شو وضعه شو شكله شو حبيب والله. اوكي ليز اند جنتلمان، قبل ما نبلش اي شيء شباب لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام، وخلينا نشحن الجواهر حبايبي. ليز اند جنتلمان اين هما؟ ندخل هون تن 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 تن. ايه تمام هات لنشوف سحر سحر، ما في سحر انت. ووهو ايه حسن على البطريق، تعال هاي ندخل على الخزنه حبايبي، لندخل نجرب ونشكل في الامر. ليزن وين الحيوان؟ حيوان الاليف وينه؟ البطه شو الدكتور؟ نرسم عادي، مش بنسمي له، بنشوف له اسم بعدين حبايبي. اوكي طبعا شباب لازم نطعميه ترقيه، نطعميه ونشربه نطعميه، لازم ياكل. هاي نرفع نرفع، شوف الشكل كيف اختلف، وهيك عملنا ليفل ماكس ليديز اند جنتلمان. طبعا عنده رقصات، شو هي الرقصة؟ حبيبي والله شو هالكيوت. اوكي اوكي خلينا نشوف المهارة عشان مش مكتوب عنها بالمهارة. اوكي عندما تكون في وضع الانحناء، الانحناء تزيد سرعة الحركة بنسبة 60%. حلو حلو الحلو 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 كثير حلو. طبعا شايف هنا حصلنا على سكين، على نركب السكين هذا. لا والله هذا السكين اي سكين، والله كلهم حلوات وكيوت حبيبي. نعمل هيك، لا راح التزويد. اوكي شباب تمام تمام. طبعا والله هذا الشباب اذا الحين يعني راح يساعدنا كثير بكثير من الاشياء يا اساطير. اوكي حبيبي الان الشباب راح ندخل نجربه يا اساطير، لهيك يا شباب راح نحتاج مساعده احد اعضاء لنا الاساطير شادو الجميل. تعال شادو اسمعني، روح شادو ندخل تدريب. يب ليتس جو، خلينا ندخل تدريب يا اساطير ونجربه حبايبنا. نشوف شو وضعه معلم. اوكي وين نروح شادو؟ معني تفضل تكلم تكلم حبيبي تكلم. افتح مايك حبيبي، افتح مايك افتح مايك افتح مايك. سوني لك هون افتح هون. اسمعني بس ميكرو يا علي. ايه اسمعك، تعال تعال لهون علي. روح 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 يا جميل، خلينا نشوف شباب رح نجربه على الاقل. اوه صح اي والله نسيت، صح هون في مكان حلو. وات شو هذول المعلم، شو عم يعملوا هذول المعلم؟ تعال 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 نشوف حالنا شوي بالجراند ماستر، نرقص شوي هيك حبيبي والله. يلا اهلين معلم، هلا عندك. اهلين معلم، هلا حبيبي، هلا كيفك؟ ان شاء الله بخير، مرحبا، كيفكم شباب؟ كيفكم؟ هذا بيضحك حبيبي والله، شو الاحوال شباب؟ وين نروح شادو؟ تعال نوقف جنب الحيط هون ونجرب. يلا روح. اوكي هون وقف، اسمع يا علي. واو شوف نعمة بسرعة، يا لطيف يا لطيف يا لطيف. يلا خلينا نروح على الحل، نروح للأمام معلم، مين حيوصل أول؟ معلم ما بدها سؤال، معلم ما بدها سؤال. يلا شوف شباب بتقول قول هاكر، أقسم بالله تقول هاكر شباب. فرج 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 حبيبي والله. هيا هلا شباب، شوف والله عن جد شباب هذه الشخصية يعني عن جد ما اعرف شو بدي اتذكر. شو اسمه معلم؟ دكتور بيبي، شو اسمه؟ شو اسمه؟ وينه؟ وينه؟ دكتور، يا سلام شباب، يعني ما بعرف شباب، يعني يمشي يعني وانت عامل هيك شباب، نحن عاملين هيك يعني يمشي. شوفوا تعال 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 نجرب شغلة. انت امشي مشي عادي بس بدون جري، انت امشي مش مشي عادي بدون جري، وانا راح انزل لك راح نشوف الوضع معلم. امشي مشي عادي ها بدون جري، ثلاثة وقف شوي، يلا ثلاثة اثنين واحد امشي مشوا، انت امشي مشوا عادي. او ماي جاد شباب، يعني تقريبا وصلنا بنفس الهذا، يعني حبايبي ما بعرف صراحة ما بعرف شو بدي اقول لكم. هالشخصية شباب كثير رح تفيدنا، يعني مفيدة بشباب بأي مكان، الرومات البطولات اي شيء شباب، رومات سرفايف بالرانكد كل شيء مفيد. يعني مثلا شباب تحب بس شخص يكون قاعد هون مثلا شباب، واحد قاعد هون ويكون مثلا حيط هيك شباب كامل، بتجي لهون بتكون مثلا بتكون انت هون مثلا والعدو هناك مثلا،
كلهم في حيط. يعني اذا بتعمل هيك شاب بتعمل هيك ولا بيحس ولا بيعمل شيء ولا ابدا 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 ابدا. شوف ها ولا حاسس معلم، ما بيدور عليه، مفكرني انا هناك صراحه. شيل لوز لوز. خلينا ندخل بالساحه التدريب. كيف نطلع على برا من هون؟ ندخل ساحه التدريب ونشوف اللعب كيف كيف شيها باللعب، كيف هو باللعب. نحن عم نعمل انحناء. تعالوا شوي لهون حبيبي. والله شباب الصراحه المرافق لوز لوز شباب. حبيبنا نحن نعمل مسابقه عليه لهذا المرافق حبيبنا. سحب على شوي من التعليقات يا اساطير. طبعا مو تحط الايديو بس حكتبنا تعليق حلو، كلام حلو حبيبي والله، ولوز اللوز وشيك موتين. مهم شباب بدنا دعمكم شباب على المقطع الثاني يا اساطير. اللي ما شافوا يروح يشوفوا يا اساطير مقطع رح تسعد لك الماستر، روحوا شوفوا شباب. يلا نكمل شباب. هلا رح ندخل نكمل نشوف الوضع حبيبي والله. تعال تعال تفرج. بس ثواني شادو، اطلع. جتني فكرة أهم من هيك. تعال شادو، تعال شادو اطلع على التدريب. خد سلاح بيدك وتعال معي، رح نجرب بسلاح وبدون سلاح. تعال هون، تعال برو، تعال بسلاح وبدون سلاح. ما جربنا بالسلاح والله، نسيت يا زلمة. تعال أوكي يلا. الآن أنت امشي مشو عادي. يلا 3 2 1 امشي لقدام حبيبي والله، حبيبي والله. شوفوا الشباب، شوفوا يعني على الشاشة فوق. شادو شو وضعك معلم؟ شلون معلم؟ شو عم تعمل؟ ليش هيك مستعجل بتأخر؟ والله شباب الصراحة يعني بدون سلاح، يعني ما أعرف بسلاح ولا بدا، بس نفس الشيء تقريبا. شادو انظر إلي وشوفني عم بمشي بنفس الوقت نفس الشيء ولا نفس الشيء؟ لا والله نفس الشيء، هيك مع سلاح، هيك بدون سلاح، هيك مع سلاح، هيك بدون سلاح. يعني والله شباب ما بعرف شو بداخلكم، تقريبا نفس الشيء. يعني ما بلاحظ ال فرج سو شباب. والله ما اعرف شباب عن جد ما اعرف. طلع شباب ما عم بشوف الفرق بين السلاح وبدون سلاح يا اساطير. هيدخل الشباب التدريب، نعمل كم حركه نشوف، نجرب نعمل شيء حركات باللوز. نمشي بالسلاح حبيبي والله. فرق فرق هذا بفكر. شوف هو، شوفوا يعني اللاعب بفكر. تعال هون، تعال نعمل هيك، نعمل هيك، نحارب، نجرب نعمل شغله. روح عبي، بروح على اليسار، هو عبي على اليسار ولا اليمين ولا ما اعرف شو حبيبي والله. هلا ده فكرني انا هون مثلا، نجي لهون عجب. شوف ها عبي يجي لعندي. شوف فكر انا فهمتوا الشيء حبيت اوصلكم اياه يا سيدي. علم ما يموت حبيبي والله يا اخي. شو هاد حمسيني شباب، خذ لايك حبيبي. اوكي شباب ان شاء الله تكون وصلتكم الفكره يا اساطير. عن جد الصراحه المرافق مرتب شيء حلو، عن جد راح يفيدنا كثير شباب بكثير من الاشياء. طبعا الان راح تشوفوا شباب الاعداء يطلعوا لكم من المفجأة. انتبهوا حبايبي، لايك شباب المرافق هذا راح يدمر الوضع. سو ليز اند جنتلمان حبايبي الكرام، ان شاء الله نجيبكم مقطع يا اساطير. لا تنسونا باللايكات وشيرات وبرتجات يا احلى ناس، ونشوفكم مقاطع جديده يا اساطير. ولا تنسوا شباب تعليقات من تحت راح نعمل سحب شوي نربحكم حبايبي المرافق الجديد. سو بشوفكم على خير. Ciao, ciao.